الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا سكينتك واغشنا رحمتك وحفنا بملائكتك واذكرنا في من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 15 من المجالس التي نعقدها حول سورة فاطر، وكان قد انتهى بنا الكلام في هذا المقام عند قول المولى سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا المقطع الذي جاء في هذا المكان هو المقطع الذي لا يتلوه إلا مقطعان وتنتهي السورة، وذلك أن آيات السورة انتهت بالحكم على المؤمنين وعلى الكافرين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أسلوب آخر. فجاء في المقطع الأول هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، ثم بعد ذلك المقطع الذي شرحناه بالأمس: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ثم مقطع آخر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ثم هذا المقطع، ثم بعد ذلك: أولم يسيروا في الأرض، ثم خاتمة السورة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والكلام هاهنا عن الكافرين، والسياق كان عن الكافرين الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يزيدهم كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هنا شرح حالا من أحوالهم وموقفا من مواقفهم ودعوى من دعاويهم الكثيرة، وذلك أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، وسنعرف ما معنى جهد أيمانهم: لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذا الكلام من غير أن نعلم سبب النزول الذي ذكره المفسرون، لا بد أن يكون هذا أمراً قد حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقسمون بأنهم لو جاءهم نذير ليكونن على وجه التوكيد والجزم والحزم أهدى من إحدى الأمم. إحدى الأمم أي أمة من الأمم، أو إحدى الأمم المعروفة، ولعلهم كانوا يقصدون بذلك النصارى، لأنهم هم الذين كانوا منتشرين في الجزيرة، وكان هنالك في تغلب وفي لخم وفي نجران من تنصر، وأما اليهودية فكانت قليلة، وكان في اليمن أناس من اليهودية، ولم تكن اليهود أو لم يكن اليهود يدعون إلى ديانتهم كما يدعو النصارى إلى ديانتهم، ولم يكن أيضا اليهود يتعرضون للمشركين كما كان النصارى يتعرضون للمشركين فيعرضون عليهم دينهم أو يقولون لهم: ما لكم تعبدون هذه الأصنام؟
فكأنه حصل بينهم بين المشركين وبين النصارى شيء من الجدل في ذلك، فأقسموا هذا الإقسام أو هذا القسم بأن قالوا لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منكم، هكذا زعموا وهكذا قالوا المشركون. نعم المشركون هم الذين قالوا ذلك. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض، ولم يوفوا بيمينهم ولا بعهدهم، بل كانوا متعنتين في ذلك أشد التعنت. وحينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا له طلبات وأيضا اتهامات، رموه باتهامات كثيرة وقالوا بأنه ساحر وقالوا بأنه كاهن وقالوا مجنون وقالوا بل افتراه، واضطربوا في ذلك اضطرابا شديدا، أو تعنتوا تعنتا أيضا شديدا بأن قدموا له فواتير، سدد لنا هذا وافعل هذا وسدد لنا هذه الطلبات. يعني قالوا نحن في مكة الآن، هذه الجبال التي في مكة ضايقتنا يا محمد، فزحزح عنا، يعني زحزح جبل قبيس وخره شوية وكذلك الجبال الأخرى حتى يعني يكون لدينا مزارع ولدينا بساتين ولدينا جنات. أرادوا هذا، وقالوا يعني إن القرآن إذا كان يستطيع يعني أن يفعل هذا فليكن هو الفاعل، هو الذي يؤثر في هذه الجبال ما دام أنه يهزها هزا وأنها تهتز من خشية الله تعالى. وجاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هنالك محذوف لما آمنوا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال التي طلبوها أو قطعت به الأرض بأن كان هنالك آبار وبساتين أو كلم به الموتى، قالوا أيضا هذا القرآن اجعله أيضا يبعث لنا قصيا وفلانا وفلانا من آبائنا وأجدادنا، فاجعله يكلم الموتى حتى يعودوا مرة أخرى حتى نكلمهم. فقال الله تعالى لهم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن أولى ما آمنوا. ولكن الله عز وجل يمهل عباده ولا يعطيهم كل ما سألوا، خاصة إذا كان سؤالهم على وجه العناد، وقد يجيب الله تعالى سؤالهم أو مسألتهم ثم إذا لم يؤمنوا بعد ذلك فإن الله يهلكهم، والله تعالى لم يرد أن يهلك هذه الأمة. وقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وبعدين ومع ذلك ولن نؤمن لرقيك، حتى لو طلعت أمامنا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وهم أميون، قل سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأنعام: وقد كانوا هم كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أمامهم وجها لوجه ومقابلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهم يقولون أشياء ولكنهم لا يفعلونها. قالوا لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ومثل هذا الأسلوب جاء في القرآن في أربعة مواضع: في سورة الأنعام في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي قراءة: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة النور في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، وهذا هو الموضع الرابع.
وهنالك موضع في سورة المائدة من غير واو: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والإقسام هو الحلف، لكن هنالك فرق دقيق بين الحلف وبين القسم، وجاء في القرآن هذا وجاء هذا، ولكن المتأمل في آيات الحلف التي جاءت في القرآن جاءت في الأمور في سياق الكلام عن المنافقين في الغالب، وأيضا في الأمور الماضية حلفوا على شيء لم نفعله، طيب، أو حلفوا أنهم فعلوا شيئا، لكن الإقسام يكون كالمعاهدة في أمر سيأتي كما هنا، وأيضا كذلك في الإقسامات الأخرى التي جاءت في القرآن الكريم. وجهد اليمين أن يبلغ الإنسان في يمينه جهده، والجهد في اللغة العربية هو المشقة ويضم، فيقال جهد وجهد. فالإنسان حينما يقسم أبلغ الأقسام، كما يقسم أحيانا الأطفال: والله ورب الكعبة ورب النبي ورب هذا، وأنا ما فعلت وأنا، وكما يقسم الناس أيضا يعني فيبالغون في القسم. أحيانا الإنسان يعني يعظم القسم إما بتكرار القسم أو بتنويعه، أو أيضا أن يقسم على المصحف مثلا، أو أن يقسم في مكان عظيم أو في زمان عظيم، أو أن يجمع ذلك كله، كل ذلك من بلوغ الجهد في القسم. وتعويد الصبيان على الأيمان الكثيرة هذا من الخطأ، لأنهم قد لا يقدرون يعني عظمة اليمين. صحيح الحلف فيه تعظيم لله تعالى، وإذا كان الإنسان صادقا ليس في ذلك شيء، ولكن إذا علم ذلك خاصة في مقام المعاذير ربما يلجأ إلى ذلك في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان المربي لا يحسن التعامل في التربية مع الصغار، فإن الطفل مثلا إذا فعل شيئا ثم اعترف وصدق في اعترافه ثم عاقبته، كان مثلا من كسر الكأس، فيقول لك أنا، فتعاقبه. المرة الثانية سيقول لك: والله ورب الكعبة ما كسرته، لازم يقول لك كذا لأنك عاقبته، وإلا فكان الأصل أن تشكره على صدقه، وحينئذ يعني يحترم نفسه. وأما الخطأ فهذا يقع فيه، وسيتعلم من هذا الدرس أيضا أن الصدق أيضا من جاه. فهنا يقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. في اللغة العربية هنالك شيء اسمه الجناس، أحدى إحدى وأهدى، فيه تقارب في الحروف، يعني هذا يقال له جناس ناقص، يعني كلمة مثلا لو قلنا أبو نضال مثلا وأبو نصال ونضال بينهما جناس في اللغة العربية، أو الصحائف والصفائح، هذا موجود في اللغة العربية كثير، لكنه يكسب الكلام رونقا بحيث يكون هنالك امتزاج بين الكلمات، لأنه أحيانا يكون في تنافر بين الكلمات بحيث إن كل كلمة تقول للأخرى اذهبي عني، وهنالك يكون امتزاج بين الكلمات وتآلف، وهذا هو الذي اختص به القرآن وكان معجزا. صحيح موجود هذا في كلام البشر، لكن ليس في كل كلمة، لأنه من الذي يعلم أن الكلمة، أن أنسب كلمة في كل موطن هي هذه، هو الله، ولهذا كان القرآن معجزا من هذه الناحية، ولهذا يأتي بالكلمة في موضعها. لما يتكلم الإنسان فيقول مثلا: أعطيناك الكوثر، ربما يقول وهبناك، أو ربما يقول آتيناك، أو ربما يقول منحناك أو ملكناك أو شيء، لكن هنا الإعطاء، هنا أفضل كلمة هي الإعطاء،
من الذي يعلم ذلك؟ هنالك نظر أولا إلى الحروف، الحروف والتشاكل الذي يكون بين الحروف من أول السورة إلى آخرها، وهنالك أيضا المعنى الدقيق، المعنى الدقيق لللفظة، وكذلك انسجامها مع ما قبلها ومع ما بعدها أو في ابتدائها أو في نهايتها. هذا هو الوجه الإعجاز الذي خفي على كثير من الناس ولم يفطنوا إلى أنه هو، هذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. وأما الجناس التام بأن تكون الكلمة بمعنى الكلمة، نفس الكلمة، أقصد يعني الكلمة حروفها هي حروف الكلمة الأخرى ولكن المعنى مختلف، فهذا قليل في القرآن الكريم ولم يجدوا له إلا مثالا واحدا، وبعضهم زاد مثالا آخر. والمثال الوحيد الفريد الذي هو جاري على الألسنة وموجود في الكتب هو قول الله تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة وساعة، لكن هنا الساعة لها معنى والساعة لها معنى، ساعة زمنية والساعة القيامة. لكن هنالك من زاد معنى ونوزع فيه أو موضعا آخر ونوزع فيه، وهو في قوله سبحانه وتعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، علشان الأبصار هنا والأبصار هنا ولكن في ذلك كلام. فهنا يقول: لئن جاءهم نذير، أي منذر وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقد جاءهم، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. والأمم جمع ومفردها أمة، والأمة في القرآن الكريم جاءت على أربعة معاني: الأمة بمعنى الجماعة الكثيرة وهذا نعرفها، والأمة أيضا تأتي في اللغة العربية بمعنى الملة والدين، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة. وكذلك مثلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وعلى دين، الملة والدين والشرع والشريعة والصبغة والملة كلها سواء. والمعنى الرابع هو المدة الزمنية الطويلة، كقوله تعالى: وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي وقال الذي نجا منهما وتذكر بعد فترة من الزمان، لأنه حينما كان في السجن ونجا، لأن أحد المسجونين قطع رأسه والثاني نجا، والذي نجا هو ساق الملك، فذهب إلى هناك وجلس يشرب ونسي الموضوع، ففي يوم من الأيام تذكر، فأخبرنا الله تعالى أنه تذكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. والظاهر أنه أن هذا الزمن الطويل سمي أمة لأنه كأن هنالك أمة من الناس قد مضت يعني في ذلك الزمان، فعبر بالزمان عن من حل فيه، عبر بمن حل عن الزمان، بالذين حلوا في الزمان عن الزمان. والمعنى الرابع، المعنى الرابع هو الرجل الجامع للخير، وهذا جاء في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أمة، وذلك أنه جمع صفات كثيرة. يعني حينما يكون الإنسان كريما حسن الأخلاق شجاعا مقداما حليما رؤوفا ورحيما بالناس إلى آخر ما عنده من الصفات، هذا جمع صفات أمة من الناس، فهو أمة. والإنسان إنما يكون إنسانا بصفاته لا بذاته، وإلا فهذه صورة لحم ودم، إذا لم يكن هنالك صفات حسنة فليس بشيء، لا يعتبر إنسانا أصلا، كما قال الشاعر: فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فهذه هي المعاني الأربعة التي جاءت في القرآن الكريم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. نفورا، النفور هو الهرب وبسرعة، قال نفر الغزال. طيب، نفورا استكبارا، لماذا نفروا؟ هل كانوا خائفين؟ هل يعني لم تكن هنالك حجة واضحة فهربوا لأنه آذاهم بحجج ليست واضحة؟ لا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولهذا تعرب استكبارا هنا يعرب بدلا، وبعضهم يعربها مفعولا لأجله، وبعضهم يعربها يعني إما أن تكون بدلا وإما أن تكون مفعولا من أجله وإما أن تكون حالا، حالة كونهم مستكبرين،
استكبارا في الأرض ومكر السيء. يعني هم فعلوا ذلك لأنهم تكبروا وتجبروا، وهذا هو عادة الذين يعني يجابهون أنبياءهم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ردود فعل الأقوام بأن الذين يردون على الأنبياء هم المستكبرون، فتجد في القرآن قال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا، أو المترفون أو نحو ذلك. فهنا نفروا استكبارا في الأرض ومكرا بأنبيائهم أو بنبيهم صلى الله عليه وسلم هنا. ومكر السيء، ها هنا أضاف المكر إلى السيء، بمعنى المكر السيء فهو من إضافة الشيء إلى صفته، كما نقول مسجد الجامع، كما نقول مسجد الجامع أي المسجد الجامع، وهنا المكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإنه لا يرتد إلا على صاحبه، هو كما قال الله تعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. فهؤلاء في الحقيقة يظنون أنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيد هو مرتد عليهم هم، فهم كالذي يرمي بالحجارة على رأسه ثم يسقط بعد ذلك على رأسه. وهذه الجملة أصبحت مثلا من الأمثال، فهي من أمثال القرآن، وفي القرآن أمثال كثيرة جدا، ونحن نستعمل أمثالا وهنالك ما يشابهها في القرآن الكريم. ولهذا من الأمثال المناسبة لهذا قولهم من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، ومن حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. فمن أساء عملا أو كاد أحدا فإن هذا الكيد يرتد عليه. وهذه الجملة أيضا التي هي قوله سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، معنى يحيق حاق بالشيء، بمعنى أنه أحاط به أو نزل به على وجه الإحاطة، يعني حاق بهم العذاب أي نزل بهم وأحاط بهم. فهنا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لنجعلها هكذا، ولا يحيط المكر السيء أو لا يقع المكر السيء محيطا إلا بأهله. هذه الجملة يأتي بها العلماء في باب المعاني تمثيلا للمساواة. ما هي المساواة؟ المساواة في البلاغة هي أن يكون الكلام من حيث اللفظ مساويا للمعنى، لأن الكلام الذي نتكلم به أحيانا هنالك ما هو من باب الثرثرة، بحيث أنه يكون الكلام كثيرا والمعنى قليل. وهذا هو الذي ابتلينا به نحن في هذا العصر، في مواعظنا وفيما نؤلف، وفي يعني بإمكان الإنسان الآن أن يكتب ما يريد في سطرين، ولكننا نجعلها في 20 سطرا، وهنالك تكرار في الكلام وتكرار أيضا في التأليف وفي الكتب وفي أشياء كثيرة. والتكرار إذا كان للإفادة أو لتقرير الكلام فلا حرج، لكن هنالك كلام يعني عبث، حتى في رسائل الماجستير والدكتوراه عندنا يعني في الجامعات رسالة أو طروح الدكتوراه في 700، في 2000 طبعا، خلينا لا أريد، لكن أنا أتكلم عن المئات. لا تستحق الرسالة أن تكون في 100 صفحة فعلا. وأنا شخصيا أنا ألزم من أشرف عليهم بأن لا يتجاوزوا 100 صفحة. لماذا الحشو والكلام الكثير؟ 100 صفحة، 110، 80 صفحة، 120 صفحة بالفارس. هذا أحد الطلاب الذين أشرف عليهم أقبل الآن. فالبلاغة هي الإيجاز، البلاغة هي الإيجاز. فحينما يكون الكلام أكثر من المعنى نسمي هذا إطنابا، لكن طبعا في القرآن في إطناب، لكنه يكون لنكتة كما يكون لعلة، يعني في زيادة. يعني مثلا قوله تعالى ربي اشرح لي صدري، هو الكلام ربي اشرح صدري، لكنه قال لي، ليش؟ هذا زيادة عندنا في الكلام، زيادة، ربي اشرح لي. طيب لو قال ربي اشرح صدري كما نقول ربي اغفر لي، بعدين هذه لها معنى ولها سر ولها نكتة. الإيجاز يكون بالعكس، يعني يكون الكلام أقل من المعنى كثير والكلام أقل. أما المساواة فإن الكلام يتساوى مع المعنى. طبعا المسألة نسبية، أحيانا يعني قد يحكم الإنسان على كلام بأنه يساوي المعنى، وفي الحقيقة هنالك زيادة أو نقص، هذه لا تضر، يعني الزيادة اليسيرة لا تضر.
فهنا يقول الله تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين؟ ما هي سنة الأولين؟ سنة الأولين أنهم كانوا يكذبون، كانوا يكذبون برسلهم، هذا معنى. أو ينتظرون سنة الأولين أي سنة الله في الأولين، لأنه كان يعاقب الأولين ويهلكهم. هل ينتظرون ذلك؟ هل ينتظرون إلا خسفا أو مسخا أو أن تقع عليهم السماء؟ ماذا ينتظرون؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ قال الله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنة أيضا هنا كتبت بالتاء المفتوحة. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال العلماء لماذا كرر أو لماذا أعادها مرتين فقال تحويلا وتبديلا؟ لأن هنالك فرقا بين التبديل والتحويل. فالتبديل هو أن يبدل العذاب بعذاب آخر، إذا كان هنالك صيحة فهذا إذا أراد أن يعذب بهذا العذاب فإنه لا يبدله مثلا برجم من السماء، بحجارة من السماء، هذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى عذابا معينا فإنه لا يبدله. ولن تجد لسنة الله تحويلا بأن يحولها إلى مكان آخر أو إلى قوم آخرين. فسنة الله تعالى هي قدر، تقع حيثما يريد الله تعالى وحيثما يشاء. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بقي في السورة آيتان نختم بهما إن شاء الله في مجلسنا 16 الذي سيكون غدا بإذن الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا الفهم عنه في كتابه، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وحجة يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.